فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أول ما نبدأ به، يقول المؤلف، أول ما نبدأ بذكره ما أمر الله به عز وجل، ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. وهذا هو القسم الأول. المؤلف رحمه الله كما سبق قسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول النصوص التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة والاختلاف، والنصوص التي فيها تولي الصحابة والبعد عن مشاقتهم ومخالفتهم. فذكر النص الأول قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يعتصموا بحبله. حبل الله هو دينه سبحانه وتعالى. اعتصموا بحبل الله دينه، ودينه هو ما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا بحبل الله يعني اعملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جميعا، واجتمعوا على ذلك ولا تفرقوا. ولا تفرقوا بترك العمل بالكتاب والسنة، فإن الاختلاف إنما يكون بترك العمل، والاجتماع يكون بالعمل بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله ودينه، واعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على ذلك حتى تتآلف القلوب وحتى تكون يدا واحدة على أعدائكم. ولا تفرقوا، فإن الفرقة والاختلاف شر. نعم. ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآية فيها تحذير، تحذير من الفرقة والاختلاف، وتهديدهم بالوعيد. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم أهل الكتاب. الكتاب اليهود والنصارى اختلفوا وتفرقوا في دينهم، لا عن جهل ولكن بعد العلم. قال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذه مصيبة، كونهم يتفرقون بعد العلم، بعد البينة، بعد البصيرة والعياذ بالله، يدل على أنهم غاوون وأنهم انحرفوا عن بصيرة. الله تعالى نهانا أن نتشبه بأهل الكتاب فيصيبنا ما أصابه. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى وأولئك لهم عذاب عظيم. المعنى أنكم إذا تفرقتم واختلفتم في كتابكم حل بكم ما حل بهم من العذاب الأليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه ليس بين الناس نسب ولا عهد، من أطاع الله فهو السعيد ومن عصى الله فهو الشقي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن ذلك الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما يعتقده السلف الصالح من الصحابة والتابعين في ربهم ونبيهم ودينهم، من الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وإيمان بربوبيته ووحدانيته وألوهيته، وأنه يستحق العبادة وحده، وأنه لا يستحق العبادة غيره، والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر، والإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته، إثبات الصفات والأسماء التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولهذا قال الله سبحانه في الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. فمن كان في شق والله ورسوله في شق هو هالك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هم الصحابة والتابعون، الإمام به بما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فمن جحد الأسماء والصفات أو حرفها أو نفاها أو أبطل معناها
أو كيفها أو فوضى معناها فقد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين فهو متوعد بأن يصليه الله الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فمن خالف الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة فهو من الذين تفرقوا واختلفوا في دينهم فهو متوعد بهذا الوعيد. نعم.